أحلى شيء في الحج أنه إحنا نتقرب من الحجاج ونعرف مشاعرهم بعد إكمال فريضة هذا الحج. أكيد فرحتهم كبيرة بإتمام الركن الأعظم، خاصة اللي يحجون لأول مرة واللي عندهم بعد إنهم يجون للحج أمر صعب جداً. أيه يعني طبعاً. تلاقيهم يجمعون فترة طويلة من حياتهم عشان يجون يأدون هالمرة هذه، واللي يزيد سعادتهم سهولة الحج وتوفر المساعدة والخدمات من الشرطة وكل المتطوعين. فخلونا نسمع وياكم بعض من آراء هذول الحجاج. اللي يقدر إن شاء الله السنة الجاية يحج، ترى الأمور سهلة جدا وما في أسهل منها، لا أحد يعتقد أنها صعبة. والحمد لله يعني خلصنا أفضل يوم اللي هو عرفة، والحمد لله نلح الأحرامنا ونخلص إن شاء الله. لا والله ما في تعب، حج من أفضل حج، يعني ما كأن احنا في البيت. جزاكم الله خير وجزا الله هذه الحكومة خير جزا. هلا الأمور طيبة إن شاء الله. نعم، ما يجي إنسان من أرضه إلا هو قاصد وجه الله سبحانه وتعالى. ثم الشكر للسعودية كاملا، شعب وجيش وحكام. أوجه الأمة العربية كامل، أمة المسلمين، وهن الحجاج بهذا الموسم العظيم بهذا الحضور الطيب، وإن شاء الله ينعاد علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير وعافية وبسلام وأمن وأمان إن شاء الله بإذن الله. الأجواء جدا جدا جميلة، توقعنا أنه يكون حار بس الحمد لله رب العالمين، كلش الجو عجيب، وفي عرفة طب علينا مطر، وهذا يدل على أنه خير وبركة. تهنئتك تحب توجهها لمين؟ تهنئة أوجهها إلى أهلي في البحرين وأحبائي وأعزائي ولا جميع المسلمين. ما شاء الله الخدمات جيدة والأمور متوفرة وطيبة، ويعني تحس أن القطاعات كلها موجودة، يعني ما شاء الله مختلف القطاعات أمنيا موجودين، الطريق مغطية، خدمتهم طيبة، يعني أيضا تشوف ما في ملل من رجل الأمن لما يتعامل معك، تسأل مرة ومرتين وثلاثة وتعيد وتتململ منه لكنه ما يمل، ما شاء الله يعني يعاملون الطيب بطيب، وممكن تكون أنت أخلاقك غير لكنهم نفس المعاملة طيبة جدا ما شاء الله. والله مشاعري ما توصف، يعني مشاعر جميلة، يعني تعرف أنت حج أول مرة